في إطار احتفالات أول نوفمبر، وتمت اليوم هذه الصبيحة توزيع ما يقارب 836 حصة سكنية بمختلف السياق، بينها 491 سكنة اجتماعية، أكثر من 120 سكنة في ريفية، 200 مساعدات في إطار تحاصيص الاجتماعية، بمجموع 836 استفادة عبر 4 بلديات بولاية تبسة. واللي كان لدائرة الشريعة توزيع 50 سكن اجتماعي لفائدة مستحقيها، وهذه الاستفادات اللي جاءت في إطار الاحتفال بذكرى نوفمبر المجيدة، الذكرى العزيزة على قلوب الشعب الجزائري عامة وعلى خاصة هذه الولاية المجاهدة. كذلك الآفاق المستقبلية إن شاء الله قبل نهاية السنة، الديوان الترقي والتسهيل العقاري، هناك دفعة كبيرة من السكنات، ننتظر فقط أنه تكون هناك قائمة وسوف يتم تسليمها بإذن الله قبل نهاية السنة إن شاء الله. 20 سنة وأنا نستنى في اللحظة هذه. كان قدرية صالح يستنى في بني الريف ومات الله يرحمه ويساليه، ومن بعد هزونينا في بلاصته، عندنا توا 6 سنين وانا نستنى فيها والحمد لله. والله الحمد لله على الاستفادة هذه، نشكر رئيس الدائرة ونشكر المنسق الحرس البلدية ساعي نصر الله وقف معنا، ونشكر المير والسادة الوالي. المهم الحمد لله على هذه الاستفادة. المبادرة اللي داروا هنا فرحونا الحق، 9 سنين وحنا نستنى. ألف شكر ليهم ورئيس الدائرة والأخص رئيس الدائرة. الحمد لله، ونتمنى للولاية هذه أن يكون فيها تطور جديد وتكون مستفيدة، ونشكر السلطات ونشكر الوالي ونشكر مدير السكن.